مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين في نشرتنا الجوية لهذه الليلة. أجواءنا هذه الأيام أجواء رطبة، تتفاوت نسبة الرطوبة الآن في هذه اللحظة ما بين 40 إلى 85% خاصة على المناطق الساحلية والجزر وبعض الجزر الجنوبية، وصلت نسبة الرطوبة إلى 100%. مع استمرار في الرياح الجنوبية الشرقية الرطبة، متوقع أن تستمر هذه الأجواء الرطبة والحارة خلال الأيام القليلة القادمة. أما بالنسبة للأجواء الحالية في مدينة الكويت، لا تزال الأجواء رطبة، نسبة رطوبة 73%، درجة الحرارة الحالية في مدينة الكويت وضواحيها 36 درجة مئوية، الرياح الشرقية 8 كيلو متر في الساعة، الرياح الأفقية لا تزال جيدة تتجاوز 10 كيلو، ولكن متوقع أن تبدأ تنخفض نسبيا ابتداءً من بعد منتصف هذه الليلة. أما بالنسبة لدرجات الحرارة الصغرى متوقعة إن شاء الله خلال الساعات الأولى من صباح يوم القد، قد تصل إلى 28 درجة مئوية في منطقتي شقاية والسالمي غرب البلاد، شمال البلاد في مزارع العبدلي 30 درجة مئوية، جنوبا في مزارع الوفرة 29 درجة مئوية، الجزر الشمالية فيرتشا وربا وبوبيان 34 درجة مئوية، جزرنا الجنوبية قارو كبر بالمرادم كذلك 34 درجة مئوية، مع استمرار الرياح الجنوبية الشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، متوقع أن تراوح سرعة الرياح من 8 إلى 35 كيلومتر في الساعة. من بعد منتصف نهار يوم الغد، ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة قد تصل إلى 48 درجة مئوية في مدينة الجهرة وضواحيها، المناطق الغربية والمناطق الشمالية 47 درجة مئوية. أما بالنسبة للمناطق الساحلية والجزر متفاوتة ما بين 40 إلى 47 درجة مئوية، مع استمرار الرياح الجنوبية الشرقية معتدلة السرعة بشكل عام، كذلك استمرار في الرطوبة النسبية خاصة على المناطق الساحلية وكذلك الجزر الكويتية. بالنسبة للأجواء البحرية المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله، أجواء معتدلة، متوقع أن تراوح ارتفاع الموج من 1 إلى 4 أقدام، التيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 3:56، موعد شروق الشمس الساعة 5:20، موعد أذان المغرب الساعة 6:22. بالنسبة للطقس المتوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة، أجواء رطبة وكذلك حارة في النهار وما إلى الحرارة في الليل، درجات الحرارة العظمى متوقع أن تتفاوت ما بين 46 إلى 47 درجة مئوية، أما درجات الحرارة الصغرى متفاوتة ما بين 36 إلى 37 درجة مئوية. نلاحظ استمرار الرياح الجنوبية الشرقية طوال 5 أيام القادمة، قد يكون هناك تقلب في الرياح، الرياح الشمالية غربية على أقصى المناطق الغربية تقل معها نسبة الرطوبة على بعض المناطق، ولكن الرطوبة مستمرة على المناطق الساحلية والجزر مع استمرار الرياح الجنوبية الشرقية مع تكون بعض السحب المتوسطة على بعض مناطق البلاد. أعزائي المشاهدين، أشكركم على حسن المتابعة.